أول إشي النهار مبين كتير حلو، هادي، أجواء حلوة مريحة للانتخابات. يافا دايما مميزة بجودة هدوء ما دون العاصفة الانتخابية. إحنا دايما أهل مع بعض، رغم الاختلاف السياسي، رغم الاختلاف الاجتماعي، إلا إحنا بالآخر بنصب بإيد واحدة وبنضلنا داعمين لبناء يافا الجميلة. لحديت إسا نسبة التصويت بعدها واطية جدا، أما بنطلب من الجمهور الكل يطلع يصوت مشان ناخذ نتيجة آخر الليل. وهون الأجواء هادية، شعب رايق هادي زي ما أنت شايفة، الناس بعدها مش فايكة زي ما تقول، لأنه كل الليل بيسهروا وبتابعوا عبين ما يتصحصحوا، وإن شاء الله بنتأمل إنه يطلع يصوتوا وإنه بيعرفوا لمين الأحسن ومين طبعا المناسب. بقدروا ان اللي بيختاروا، ما حدا بقدر يغصب حدا اليوم شو يصوت. لسه ممتاز، بعدنا بداية النهار، الاجواء منيحة، الاجواء هادية نسبيا، ومتأمل تضلها هيك. النهار ان شاء الله بتم هيك، بكمل هيك هادي ونظام وبيمشي بسرعة جوا، والحمد لله تمام، نتمنى الكمالة هيك. ان هادي يعني هادي، وهذا عرس ديمقراطي، عرس ديمقراطي هذا، يعني هاي اهم شيء. والبايد الكل يجي صوت، الكل يجي صوت، عشان هيك اللي اعطوا خوفش، يعني اعطوا فرصه انه يقعدوا الناس، انه كل وقت 51 52% اجمالا القطر يعني بصوتوا، عشان هيك ان شاء الله بيكون عدد زياده المره هاي. كتير مهم التعبير عن حق التصويت، عن التعبير عن حق الذات، هذا إشي حق لإلنا، لازم نعطي صوتنا بغض النظر لمين أنا بفكر إني أعطيه. أنا بدي أعطي الصوت حتى أمثل ذاتي كمواطنة عربية فلسطينية في دولة متعددة الطوائف، متعددة الأطيان، فأنا لازم أثبت هذا الإشي وأثبت وجودي وكياني العربي الفلسطيني. مهم للكل، مهم انه كل شاب يعرب عن رايه مين اللي بده اياه ويختار اللي بده اياه. انا بتمنى كل شاب يطلع، كل شاب او شاب او اختيار او كل فرد، هذا حق له ينزل يصوت، لانه مجبورين احنا والبلد بتهمنا، واذا الاكثريه بتنزلش تصوت ما بنعرف شو النتيجه يعني كيف. مهم كثير نشارك في هذا اليوم، صوتنا كلنا مهم، ابداء راينا مهم، التصويت رح ياثر على النتيجه وعلى مستقبل بلد وعلى نهج بلد، فكثير مهم انه كل واحد يطلع يدلي بصوته وياثر، يكون مؤثر. انتخابات يوم ماشي والناس تحب بعضها وما يكونش عداوه بين الناس، هاي